عاد التيسكيت اللي هو الاخ ديال ابتسام تيسكيت. علاش كتدخلوا ابتسام تيسكيت؟ ما بغيت غير نعرف علاش كتدخلوا ابتسام تيسكيت. هذا هو السؤال، جاوبينا عليه. السيده كاينه منى، النزاع منى الطير مع سميره الصادق. اها. اشنو دخل ابتسام تيسكيت هنايا؟ هي الابنه ديال. علاش كتدخلوا سامي؟ واش ما بقاش حد هاد النزاعات؟ هاد النزاعات كاينه في العائلات المغربيه والعالميه كامله، نزاعات داخل الاسره. اذا علاش كندخلوا واحد اكس اللي هو ما كاينش كاع، ما حاضرش، ما كاينش حتى في المغرب. ما حاضرش، ما كاينش حتى في المغرب. علاش كندخلوا هاد اكس؟ حيت البعض في التعليق كيقول لك انها فنانه. علاش؟ واخا علاش الفنانه ما عندهمش الحق يتخاصموا؟ لا ما عندوش الحق. علاش حنا كان عندنا ملف منى الطير مع سميره صديق بوان سيتون. يعني ما تقحموش واحد الاسم اخر اللي ما عنده علاقه لا بالموضوع ولا بالنزاع، ولا هو حاضر لا من قريب ولا من بعيد. شخصية عامة ولكن علاش غتقحم الاسم ديالها؟ شخصية عامة عندها الحق يوقعوا لها مشاكل، ولكن المشكل ماشي ديالها. المشكل ماشي ديالها. بزاف ديال الناس كيقولوا شنو هو سبب الخلاف؟ السبب اللي هو تم الاعتداء على السيده منى الطير جنب المحل ديالها. ما تبقاش تقول لي عافاك الاسماء. منى الطير مواطنه مغربيه. من طرف شكون استاذه اللي تم؟ منى الطير مواطنه مغربيه تعرضت للاعتداء جنب المحل ديالها. من طرف شكون؟ من طرف السيده سميره الصادق. يعني تعطى هذا البعد هذا. علاش غيتعطى اصلا هذا البعد؟ هاد المسائل عادي. لا كاع الاسر كتخاصم، ما عرفتش علاش غيتعطى هذا البعد. هما خرجوا للاعلام لغرض في نفس يعقوب. اما هي السيده منى الطير هي من الاسبوع الاول غادا مستعده تعطي التنازل. الزوج ديالها اللي كيرفض لغرض في نفسي، ما عرفناش واش عنده مشكل مع مراته كيرفض التنازل. ملي جينا لقاعد المحكمه كنعرضوا التنازل، المراه فرحات رحبت به، رحبت بالتنازل. علاش هذا الجهل من الناس؟ اما مشكل مواطنتين مغربيتين وقع لهم مشكل مع بعضياتهم كيف كيوقع في جميع الاسر المغربيه والعالميه، وحده تعدت على وحده، القانون خدا المجرى ديالو. حنا في دوله الحق والقانون، ما عندناش الفوضى في البلاد.